السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فكما تشوفوا معنا فهذا بلاغ إخباري لوزارة التربية الوطنية. بالنسبة لهذا البلاغ هذا فالموضوع دياله في شأن إطلاق عملية تحويل المالي الثاني في إطار برنامج تيسير برسم الموسم الدراسي 2020-2021. يعني أنه بالنسبة لهذا الموضوع هذا فهو حول عملية تحويل المالي الثاني ديال برنامج تيسير. فبالنسبه لهذا البرنامج هذا فكما تنعرفوا فالتلاميذ كانوا خداو فقط ديال التحويل المالي الاول، كانوا خداو في الاخر ديال شهر 12. بالنسبه للشطر الثاني والثالث هو اللي مازال كان تعطل، وكما تشوفوا معنا في هذا البلاغ هذا فهو تيدوى على الشطر الثاني فقط كما شفتوا معنا في الموضوع ديال هذا البلاغ هذا. وهنايا نحاولوا اننا نقراو هذا البلاغ هذا، نمشيو لاهم ما جاء في هذا البلاغ هذا. فكما تشوفوا هنا يشرفنا ان اخبركم ان الوزارة ستقوم باطلاق عملية تحويل مالي الثاني لبرنامج تيسير ابتداء من 5 اكتوبر الى غاية 5 نوفمبر 2021، علما ان هذا التحويل المالي يخص المرحلة الثانية للتحويلات المالية التي تشمل الفترة الممتدة من يناير الى مارس 2021. فكما شفتوا معنا فبالنسبة لهذا التحويل المالي هذا فهو تيخص المرحلة الثانية كما قلت لكم، وبالنسبة للمدة ديالو فهي مدة ديال شهر من 5 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر غادي يصرفوا هاد الشطر الثاني ديال المنحة. بالنسبة للشطر الثالث باقي مازال ما قالوا عليه حتى شي حاجة وما هضروش عليه في هاد البلاغ هذا. وبالنسبة للسلام وصل ديال استخلاص المنحة فالإدارة غادي تتواصل مع أولياء التلاميذ باش أنهم ياخذوا داك الوصل اللي غادي تكون فيه التاريخ المحدد باش أنكم تستخرجوا الفلوس ديال التلاميذ. كما قلت لكم خصكم انكم تحترموا داك التوقيت وداك التاريخ اللي غيعطيكم في داك الوصل. وبالنسبه كما شفتوا معنا فهي في مده شهر، يعني انه ماشي كلشي غادي ياخذ نهار 5 اكتوبر بالضبط، فهي هذه العمليه هذه غادي تستمر من 5 اكتوبر حتى لغايه 5 نوفمبر. وبالنسبه لهاد المرحله هذه فهي تتخص المرحله الثانيه الشطر الثاني من منحه التيسير. بالنسبه للشطر الثالث مازال ما عليه حتى شي خبر. وبالنسبه للناس اللي تيسولوا حول هاد المنحه ديال تيسير كيفاش انك تستافد منهم، شنو هما الشروط وشكون هما التلاميذ اللي تيستافدوا منها، فغادي نخلي لكم الرابط ديال منحه تيسير اللي شرحت فيه اي حاجه تتعلق بهاد المنحه هذه ديال تيسير، غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل هاد الفيديو هادي. وكذلك غادي يطلع لكم دابا عند نهايه هاد الفيديو هادي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.